انزلوا يا قوي. عمل جيد مغرور، سيكون لدينا كمية كافية للشتاء. وأنا أحب الجوز كثيرا. هذه حبة جوز مميزة من أجلك يا أكول. حقا، شكرا. مفاجأة مفاجأة. مضحك جدا، ما كان ذلك؟ لا أدري. إفلات؟ يشبه صوت البوق. بشر. هذا غريب، ماذا يفعل البشر في هذا الجزء من الغابة؟ الطفل سنفور. النجدة. يا أوه. أوه بابا سنفور، يا لها من فوضى. سنافر، هل رأيتم حجم ذلك الأيل؟ سنمسك به الآن يا رجال، اتبعوني. هل جميع السنافر بخير؟ بابا سنفور، لما يلحق هؤلاء البشر بذلك الأيل الجميل؟ أخشى أنهم يريدون قتله سنفورة. قتله؟ لكن لماذا؟ أجل، لماذا؟ إنهم صيادون. يا لهم من بشر فظيعين، من يظنون أنفسهم؟ حسناً، أحدهم هو ابن عم الملك جيرارد، مالكوم الشرير، إنه أكبر صياد في المملكة كلها. ذلك الأيل المسكين، يجب أن ننقذه بابا سنفور. لكن كيف؟ أنا عندي فكرة، سنفرني إلى أعلى الشجرة قوي. ماذا ستفعل منسجم؟ سترين. ماذا؟ ذلك الأيل المحتال الغبي لن يفلت مني أبداً. لقد نجحت. رائع، الأيل في أمان. سنفورة احذري. أسرع أيها الأغبياء، أسرع، يجب أن لا يهرب. هل أنت بخير سنفورة؟ أنا بخير، لكن ماذا حصل لي منسجم؟ ها هو. يا للسنفرة، لقد ذهب. مسكين منسجم. ماذا سنفعل الآن بابا سنفور؟ لنلحق بمنسجم وننقذه قبل أن يكتشفوا أمره. أنا سأذهب. أنا أيضا. يبدو الأمر مسليا. قد يكون خطيرا جدا أيضا. أما الباقون فاجمعوا الجوز وارجعوا إلى القرية فورا. حاضر بابا سنفور. سوف نعود بأسرع وقت ممكن. لا أجل، إلى اللقاء. توخوا الحذر. أوه منسجم المسكين، أمل أن يجدوه أيها الطفل سنفور. لا جدوى من هذا، هذان الكلبان الغبيان أضعا الرائحة. فلنعد الآن إلى القصر وسوف نحاول غدا. هيا. حاضر سيد مالكوم. أؤكد لك أنه لا داعي للخوف على الإطلاق سنفورة. أينما كانوا أنا متأكد من أن بابا سنفور والآخرين بأمان كما نحن بأمان هنا، ولن أكون متفاجئاً. ما هذا؟ ترى من هناك؟ أوه هذا أنت، لقد أخافتنا، هل أنت بخير؟ لقد أذيت نفسك أيها المسكين. تعال معنا إلى القرية، ربما يمكننا مساعدتك، إنها ليست بعيدة، الحق بي. هاي غبي، أسرع وأحضر الأغصان الأخرى بسرعة. أنا قادم قوي. هاي أحضر. عجبا، هل أنت بخير مغرور؟ ربما علي الاستلقاء قليلا، يبدو وجهي شاحبا. عجبا، لون وجهك لون وجهك، ربما علي الاستلقاء قليلا أنا أيضا. هل تشعر بتحسن؟ تحاليب بلسم بابا سنفور ستساعد على شفاء رجلك، وهذه الحلوى ستجعلك تكتسب القوة.
اسمع أقول، الأيل لا يأكل حلوى السنافر بل يأكل الأعشاب، وهذا يعني أنه لا يهضم إلا أوراق الشجر والأزهار. لا شك في ذلك. لقد أحبها. ولكن هذا مستحيل. أنا لا أفهم هذا. أتعرف أقول؟ لا يمكنني تحديد السبب، لكن هناك شيء مألوف بشأن هذا الأيل. لا أصدق أن هذين الكلبين قد سمحا له بالهرب. لكن سيد مالكوم. هذا يكفي، غدا سنمسك بذلك الأيل، وإلا سأحرص على إدخالكما السجن. أجل سيد مالكوم. أجل سيدي. عذرا سيد مالكوم، ولكن هل عرفت شيئا عن الملك جيرارد؟ لا يا سيدة سوريبيري، لم أفعل. أعرف أنه يجب ألا أقلق كثيرا، لكن ليس من عادة جلالته أن يرحل من دون حتى أن يودعنا. كان هناك حالة طارئة أيتها السيدة تخص شؤون الدولة. كما تعلم أنا أحب جلالته واستنفر آلي كثيرا، لذلك عندما يذهبان أشعر بأنني. أجل أعرف هذا يا سيدة سوريبيري، علي الرحيل، سوف نذهب إلى الصيد غدا في الصباح الباكر. نم جيدا سيدي. إذن هي تفتقدك يا ابن عمي العزيز. يدعونني بمالكوم الشرير كما تعلم. ماذا سأسمى عندما يرون نصوبك التذكاري؟ يا لها من جائزة. لكن جائزة الكبرى ستأتي لاحقا، الأير الأسود، عندما سيصبح لي سأكون الملك. أليس كذلك يا ابن عمي؟ بواسطة تعويذة العجيبة حولتك إلى أيل، والآن خدامك الأوفياء يصطادون ملكهم. يا للملك جيرارد المسكين. بعد الصيد غدا سيصبح العرش لي أنا، إذن حتى الغد. يا ابن عمي العزيز، أحلاما سعيدة أينما كنت. يا سنفور ألي، يا سنفور ألي. لا جد من ذلك، من الأفضل أن أحضر المساعدة. كما توقعت تماما، أثار منسجم أوصلتنا إلى قصر الملك جيرارد. إذن لابد من أن منسجم في الداخل. انظر إنه هناك. إنه منسجم. بابا سنفور، بابا سنفور. منسجم، هل أنت بخير؟ بابا سنفور، أنا سعيد لأنني وجدتك. اسمعني بابا سنفور، مالكوم الشرير ذاك اختطف سنفور ألي ويريد التخلص من الملك جيرارد. ماذا؟ كيف عرفت هذا؟ لقد استعمل تعويذة عجيبة وحول الملك جيرارد إلى أيل، وسيحاول إمساك به غدا. الأيل؟ لا أصدق هذا. إذا تمكننا من الحصول على تلك التعويذة فقد نلغيها. سنفر تلك التعويذة منه. أجل، لن يعرف ما الذي سنفره. ألن يكون هذا خطيراً؟ يجب أن نحاول منسجم، نحن أمر الملك جيرارد الوحيد. والسنفور ألي أيضاً. أظن أنكم على حق، اتبعوني. من هنا. هيا. يا له من مكان غريب، لم أرى شيئا كهذا من قبل. هذه الحيوانات لا تتحرك. أظن أنها حيوانات محشوة قوي. ماذا سنفعل بابا سنفور؟ أولا سنحاول إحياء سنفور آلي، ثم سنبحث عن تعويذة مالكوم. حسنا، فليرفع كل سنفور عندما أعد إلى الرقم 3. 1، 2، 3، سنفروا. مؤسف أن شاطر ليس هنا، كان سيعرف ما العمل. ربما لو حركت هذا المفتاح. لنرى الآن. هل أنت بخير؟ أجل، نعرف كل شيء عن خطة مالكوم الشريرة. لا
لنري هذين الكلبين لأتمكن أنا ومنسجم من إحضار التعويدة. دعي الأمر لنا بابا سنفور. هذه هي بابا سنفور. سأمسك بك يا جيرارد يا أيها التافه الصغير. لنذهب. الذي يحدث هنا؟ نانا لا يمكنكما الإمساك بي. نانا نانا نانا. ها؟ هذا ليس مضحكا. ليس مضحكا أبدا. حسنا، يا لها من مفاجأة. إليكما مفاجأة. أين هو مازح؟ لا! آمل أن تعجبكما. ابحثا عنه أيها الغبيان. إنه مقفل بابا سنفور. يا لمازح المسكين، ماذا سنفعل؟ فكرة جيدة سنفور آلي. حاول أن تفتح القفل قوي. حسناً بابا سنفور. إنه مفتوح الآن. جدا ذلك الشيء أيها الغبيان. مازح؟ لا بد من أن يكون هنا. مازح. أنا قادم بابا سنفور. لم يكن هذا مضحكاً أبداً. أسرعوا يا سنافر الصغار، يجب أن نصل بهذه التعويذة إلى القرية. ماذا قلت سنفور آلي؟ قال انتبه إلى خطواتك. يا للسنفرة، التعويذة. الحقوا بها يا سنافري بسرعة. هيا هيا هيا، سنافروا عن طريقي. هيا بسرعة. عجبا، ربما كان يجب أن أبقى في المنزل. النجدة، اسحب سنفور آلي، اسحب. كيف حال كل سنفور؟ نحن بخير بابا سنفور. يمكننا العودة إلى المنزل الآن بابا سنفور. مازح انتبه. انظر ماذا فعلت الآن. من منكم يراها؟ المكان مظلم جدا في الأسفل، ماذا سنفعل؟ لو كان معنا مصباح وحبل ربما نستطيع اصطياده. حسنا، ما الذي ننتظره؟ هيا بنا. على مهل يا سنافر الصغار، أجل هكذا. هيا انزلني. توقف، وجدتها. حسنا، سنفرها الى الاعلى. حسنا،
لنأمل ألا نواجه أي مفاجأة غير متوقعة في طريقنا إلى القرية. سيدة سوريبيري. سيدي، هل رأيت تعويذتي؟ لا سيد مالكوم. لقد أضعتها ليبحث عنها الجميع في هذا القصر حالا. حسنا سيد مالكوم. يجب أن أجد التعويذة، من دونها سأخسر قوتي أمام جيرارد. حسنا، هل وجدتها؟ لقد بحثنا في كل زاوية من القصر سيد مالكوم، ولم نجد تعويذتك في أي مكان. إذن يجب أن أجد الأيل الأسود حالاً، لن يهرب مني اليوم. المقص. جرب لنرى إن كان العلاج مفيداً. تحسنت رجلك سيد الأيل، يمكنك الآن أن تعود إلى الغابة. ما الذي يفعله؟ إنه يرسم صورة ما، إنها تشبه القصر. لكن ماذا تعني؟ ماذا تحاول أن تخبرنا؟ انتظر، لا تهرب، المكان هنا آمن. أهكذا ترد الجميلة إذن؟ كنت أقول لبابا سنفور ذلك اليوم إن بابا سنفور. وسنفور ألي، سنفور ألي، سررت برؤيتك. أخبرني كيف حال معداتك؟ هذا جيد، جيد. يا سنافري، لا يمكننا أن نضيع الوقت، يجب أن نجد الأيل الأسود ونحضره إلى القرية. لقد رحل منذ قليل. ماذا؟ هذا صحيح، كان مصاباً فأحضرناه إلى هنا واعتنينا به. يا لسنفرة، ذلك الأيل كان الملك جيرار. الملك جيرارد؟ عرفت أن هناك شيئاً مألوفاً بشأن الأيل. يجب أن نجد الملك قبل الصيادين. سأبقى هنا لأجد طريقة ما لإلغاء التعويذة. لا تتركوا مكاناً إلا وتبحثون فيه، حياته تعتمد عليكم. أيها الملك جيرارد. أيها الملك جيرارد. ولكن يا غبي، ماذا تفعل؟ بابا سنفور طلب منا أن نبحث في كل مكان. أيها الملك جيرارد. مرحبا أيها الملك جيرارد. أيها الملك جيرارد. أسرع غضبان، يجب أن نستمر بالبحث. أنا أكره البحث. أين يمكن أن يكون؟ انظرا، انتظر، عد إلى هنا. يتوجهون نحو جيار غالي، هيا بنا. ها هو ذا، بدأ يتعب. لنرى، علاجات صدأ القرون، الفم والحوافر والرقبة المخدوشة. لا، هذا غير صحيح. أوه لا، إنه محاصر، لقد تأخرنا. الجائزة لي، لا تتحرك. لقد وجدتها. الأيل والأيلة، الذكر والأنثى، ليبدأ التحول الآن. فلتتوقف تعويذة مالكوم الشرير، وليعد الملك جيرارد إلى القصر الكبير الآن. الذي جرى؟ إنه هنا. مهلا، لا تطلق السهام، هذا أنا الملك جيرارد. جلالتك. لكن الأيل الأسود.
أريد منكما أن تمسكا به حيا. حاضر سيدي. شكرا لكم يا أصدقائي. مرة أخرى أنا مدين لكم. لولا لطفكم وشجاعة منسجم وسنفور آلي العزيز لكنت الآن جائزة أخرى يعلقها مالكوم على حائطه. ماذا سيحدث الآن لمالكوم يا سيدي؟ سأعيده إلى طبيعته، لكن بعد أن أمسك به قد يتعلم ابن عمي درسا كبيرا بعد أن يلاحقه الكلبان لبعض الوقت. فلنهتف للملك جيرارد. وهذا ما أسميه قسوة على الحياة.